انها دي بنتنا. ورزان بمثابة كانت بنتي الكبيرة، أول فرحة يعني. أول شابة مسعفة ميدانية متطوعة كانت هي أول شابة كشابة يعني كفتاة تنزل على المخيمات العودة، والكل بادر فيها وشارك فيها. أنا كمان شاركت، كل البيت شارك، زوجي وأولادي وجيراني وإخواني، كل العالم يعني كل الفلسطينيين شاركوا. هي مش أكتر، هي صح رايحة، وبعدين مسيرتنا مسيرة سلمية، ما احنا حاملين سلاح ولا اشي، بالعكس احنا بصدورنا العارية امام قوة كبيرة من الجيش اللي هي مدرعاتهم واسلحتهم وغازهم وطائراتهم. احنا مسيرتنا سلمية، بنطالب بحقنا، من حقي كل انا لي بلد، من حقي كل بيت، من حق اللي متشردين في البلاد في كل مكان، هذول النازعين يجوا على بيوتهم. ما آن الأوان، ما كلهم قاعدين في العالم كله قاعدين وبتفرجوا علينا، كل واحد مرتاح. إحنا عنا حصار، لا معابر شغالة ولا دنيا، وين بدهم يروحوا؟